السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة عالم صوفيا. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال بمناسبة أحبابي هذا الشهر الفضيل. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد. الوصفة ديال اليوم أحبابي هي عبارة عن محنشة بالكفتة على طريقتي الخاصة. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وما تنساونيش من التعاليق أحبابي. نمر للطريقة ديال التحضير ديالها. أولا وقبل كل شيء، بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنا أحبابي كما كتشوفوا عندي قليل من خرقم، قليل من الفلفل الأسود، سكينجبير، كمون، ملح، وقليل من القزبر والمعدنوس، وضمة كنور. هنا عندي زيت الزيتون وزيت نباتية واحد نصف كأس. عندي هنا زوج البيضات للتزيين. عندي نصف كيلو ديال اللحم مفروم. عندي هنا الشعرية الصينية. عندي هنا زوج ديال الحبات ديال البصل اللي قطعتهم على هذا الشكل. وهنايا عندي ثلاثة ديال الحبات ديال الفلفل اللي قطعتهم تهما كما كتشوفوا في الصورة أحبابي. وهنايا كناخدو واحد المقلات اللي غنديرو فيها داك النصف ديال الكأس ديال زيت الزيتون والزيت النباتية. وهنايا كنضيف أحبابي البصلة اللي قطعتها قطع صغيرة، كنحاول أنني نخلطها شي شوية بلا ما تشحرات. ومن بعد كنضيف ليها التوابل والقزبر ديالي والمعدنوس، كنحركها شي شوية. من بعد كنضيف الفلفلة، كنحركها شي شوية. من بعد ما كتهبط ليا كنضيف اللحم المفروم، نحاول انني نحركو حتى هو ونخليه ياخذ راحته في الطياب. ومن بعد كنضيف ليه الشعرية الصينية ديالي اللي سلقتها قطعتها شي شوية، كنحركهم وكنخليهم ياخذوا راحتهم في الطياب. هنا احبابي من بعد ما كطيب لي ديك الحشوة كنمر للطريقة ديال التحضير ديال هاد الوصفة هادي. هنا كناخذ لوريقات، وهنا كما كتشوفوا من بعد ما طهطت لي ديك الحشوة هنا لوريقات بالنسبة للبنات اللي ساكنين هنا في اسبانيا. انا كناخذهم من ميركادونا، هادو هما اللي كيصدقوا ليا. وهنايا كناخذ زوج ديال الورقات اللي غندهنهم بالزيت النباتيه على هذا الشكل هذا، كنحاول انني نلصقهم. من بعد كنضيف الحشوه ديالي على هذا الشكل. انا الحشوه احبابي كانت شويه باقا سخونه، ولكن معاكم كنت شويه مزروبه، قلت معليش نديرها. هنايا كنلف وما كنضغطش، كنحاول انني نشكلها على شكل حلزوني. من بعد كناخذ واحد الصني كنديرها فيه على هذا الشكل هذا، وكنمر ندير نفس الطريقه، ندهن الوريقه، ندير الحشوه، نلفها، كنخليها على راحتها ما كنضغطش عليها. من بعد كندخل ديك الجنب ديالها ونعاود الجنب الاخر، وندير نفس الطريقه حتى كنكملها، كتعطيني الشكل ديال محنشه. هنا احبابي شاركت معكم طريقه عده مرات، باش حتى اللي ما كتصدقش ليها تحاول انها تستافد. هنا غير كنخشي الجانب الاخر ونعاود الثاني ونلف، كتجي على هاد الشكل هذا. وهنايا انايا الحشوه ديالي تسالات ليا لانني كنت قسمتها على جوج ديال المرات. هانتوما احبابي كي كتجي روعه. وهنايا كنعاود نفس الطريقه حتى كنعطيها الحجم اللي بغيت انايا. بغيتها شكل متوسط كندير غير شي شويه
ولا بغيتها كبيره كنسالي الورقات كاملين اللي عندي. هنايا كنوضع حشوه كما كتشوفوا. انا واخا كتبان لكم الحشوه غليظه شي شويه، انا ملي كنلف الورقه كتعطيني الحجم اللي انا بغيته. كنصحكم بها احبابي في هذا الشهر الكريم، كتجي روعه لا في الشكل ولا في المذاق. انا من بعد ما كنشكل هاد الحشوه ديالي على هاد الشكل هذا، في اللفان ما كنزيرش عليها. واخا تقطعات ليا كنزيد ما كنريتش من بعد، لاننا غادي كنديروا لها عده لفات اللي كتعطينا الشكل اللي بغينا على هذا الشكل هذا احبابي. وهنايا نفس الطريقه اللي درت في الاول وفي الثاني كنديرها، حتى كنسالي الحشوه ديالي كامله والورقات ديالي كاملين. انا لا درتها على شكل كبير، اي حجم عائلي، كندهن وكنسد. كاين اللي كيسدها بالدقيق ولكن ما تحتاج، لان انا كما كنشوفوا كنوضعوها غير في الصني كتبقى هي براسها شاده راسها. هانتوما كنحاول انني غير نتنيها لتحت ونخليها تجي على هذا الشكل هذا. وهنايا انا كناخذ اصفر البيض احبابي كندهنها به. نتوما كيبقى داكشي اختياري على حسب الذوق ديالكم، كاين اللي كيدهنها بالزبده. وهنا احبابي في الشكل النهائي كنشارك معكم الطاوله ديالي الرمضانيه، كتجي على هذا الشكل هذا. اتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اما الوصفه ديال اليوم فكتجي على هذا الشكل هذا. انا حاولت انني نزينها قليل من الجبن. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوها مع الاهل والاحباب ديالكم، وشاركوها معايا حتى انا في التعاليق. هانتوما كتجي الشكل ديالها مذهب ورائع. وهنا احبابي كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، والى وصفة اخرى ان شاء الله.